الهويات لو سمحت. تفضل. في شرطة ميماتي. شرطة. تفضل. الله معك. شكرا. شو حقان مخبر الشرطة؟ ما بظن. ليكن كمان هن واقفين على الحاجز. مين يلي خبر الشرطة؟ علاقات الحب المنظمة ممنوعة؟ بس مسموحة بالقيادة. يعني مورو هذا من القيادة؟ لا، ومشان هيك مخبي الموضوع. آخ يا معلم، هن بيحبوا بس نحن عنا ممنوع. شو عندك حبيبي؟ ايه معلم، فيه بس الموبايل. شو دخلوا الموبايل؟ الموبايل مشان حاكيه. اذا مشرج في حب، اذا مو مشرج ما في حب. ها هي جماعه المازوت الاسود. نعم عبد الحي، بالمركز. المعلم عم يسال شو الاخبار. تمام، ناطرينكم. شو عمران؟ ولا شي يا معلم، بس ما تم الموضوع. ليش؟ أهلا وسهلا. شلونك؟ تمام. كأنك متضايق. ايه متضايق شوي. افتحي الخزنة. شو؟ هاي العمولة. شو هي الأخبار؟ عادي. شو بدنا نضل هيك؟ ليش يعني؟ شو في؟ مورو، أكيد رح يقتلونا إذا كشفونا. إذا كنت خايفة من الموت، شو عم تعملي معي؟ اسمعي نوال، ما بيموت صاحب المال. تحميه مصاري. بالمصاري بتتحكمي حتى بالمنظمة، وبلا مصاري تنقتلي ببساطة وبلدية. نوال، طالما عم برجع بشنتاية مصاري ما في موت. ما بقدر افهم مين اللي خبر الشرطة. أنا. ليش؟ يعني شو بدي ساوي؟ أنت أكيد قاعد عم تمزح. ليش أنت يا حقان بهالبساطة بتصدق إنهم ما كانوا عرفانين بوجودنا؟ وإذا يعني شو الفرق؟ ما نحن مسلحين كمان. الظاهر مالك منتبه ولا عرفان مع مين عم تتعامل.
ما بيهمني مين ما كانوا يكونوا. لو ما أنت بذات نفسك خربت علينا الخطة كان هلأ ميماتي مقتول. وممكن تكون كمان أنت المقتول. إذا بتعيدها يا حسين رح تموت على إيدي هدول. شوفي هو يلي خربط الخطة. كانوا عرفانين بوجودنا فطلبت الشرطة. شلون عملت هالعملة؟ إذا كنا بدنا نقتل بعضنا شو رح نستفيد؟ ما حدا مننا رح يكون ربحان. شبهات؟ لازم نخلص منه يا ظافر. أنا من الأول كنت بعرفه منيح لحسين، بس ما حكيت مشانك أنت. من هلأ ورايح ما عاد نحكي له على شيء. علم. لإمتى رح يستمر هالوضع هيك؟ لازم نحاكي وورال. بس وورال خاين يا حقان. كيف يعني خاين؟ إله غيرنا حدا يحميه؟ لا تفكر، هو مزبوط بحب السيطرة بس ما بيخون. خبرك إنه ألبير جاي؟ في حدا ما بده يانا نعلق معه. مين يعني ألبير؟ من وين بده يخبر ألبير؟ معناته حسين ما؟ ممكن. مو طبيعي بكل محل جاسوس. يا ريتنا نتواجه بس. بدك أنا نتواجه معهم؟ مو لازم؟ معناته قالك عندي بشارة مماتي. رح نهاجم كل مقرات مورو. رح ندمر كل ملاجئه ومخابئه لحتى يظهر. ايه ها؟ شو عبد الحي؟ يلا قوم. مماتي عبد الحي رح يبقى. حظي حلو لاني قريب من الدولة، ما هيك؟ ما بنحرم من اي مداهمة. ألو نعم. شو خبر؟ لا الحقير بداهم المقر وهلأ بدق؟ توبال وين؟ كيف ما بتعرف وينه؟ خليك مطرحك جاي. نقلع. يلا أنا لازم أطلع. استني. ألو ثروت، بتخبر الشباب ينتبهوا لكل المقرات، لا تنغدروا بأي مداهمة. عم تسمع؟ رايح هلا. يلا. وين رايحة؟ في عندي ترجمة. انتبهي نوال. خير شو صاير؟ مو صاير شي، انت انتبهوا بس. شو معنات هالنظرة؟ أنا فرجيكي. وصلت أوسو خانو. دخليها. تفضلي. طلبتني رضوان بيك؟
عد شوي. شو الأخبار؟ بخصوص السيد تركي؟ ايه كسبت ثقته. مراد علمدار سمعاني فيه؟ ما في صلة مباشرة، بس المعلومات اللي بعطي إياها عم تصلوا أكيد. هلأ أنت رح تغيري هالمعلومات؟ ايه بس رح يشكوا إذا نقلت معلومات غلط رضوان بيك. لا ما راح يشكوا فيكي إطلاقا، ببساطة راح يفكرونا كشفناكي. بس لحتى ترتاحي أكتر وتضمني، فوتي لحياة تركي، صيري جزء من حياته. ما في بيناتنا أي زعل ظافر، واضح شغلنا. زعلتونا بس ما خناكن. بس انت عملت اكتر من الخيانة. نسيت انك موتته للزلمة؟ يعني ما بتعرف ليش قتلته مو هيك؟ هلأ ما بيهمنا الماضي، المهم شو رح نساوي. ماشي، شغلة السلاح والمصاري محلولة. انسى المصاري، في كتير، والسلاح موجود. امتى رح نطلع من هون؟ كل شيء له وقت، بس المعلم يروق من حلة. في مهمة عملوها بشكل كتير منيح، وبصر لي عين احكي باسمكن، ورح قله انتو حليتوا القصة. احكي. في واحد موظف صرت بعت 1000 تقرير للقيادة عنه بانه خاين، بس له اماكن خاصة وما حدا وصل له. ورال، شو علاقتك بهالشخص بالتحديد؟ انتو انهوا العملية واللي بدكن يا بيصير، اتفقنا؟ انا ما عاد فيني اتحمل، حتى اني طلبت اقالتي. عندي عيلة ولاد كمان، هدول تتر اغلو يا البير، الهم صحف وما لي قدن حتى واجهون. ما فيك تهرب، من وقت ما جبناك عرفنا انك رح تواجه الضغط هذا. اذا ما وقعت على الوراق برأيك شو اللي ممكن يصير؟ حقك ما توقع طبعا. حياتي أنا مو فرقانة بنوب، أنا خدمت بشرف وما بدي يكون ضحية افتراءاتهم. طبعا ولا يهمك، الكل بيعرف إنك شخص كتير مستقيم، ولا تخاف خلص محلولة. على كل ندير بالك ويفتروا عليك ليشبعوا، بس أنت إذا رحت مين بدنا نجيب بدالك؟ لمين رح نسلمها؟ لا أي حدا من الشباب، بسيطة، حراسي ما معه، والدولة هي اللي بتطعميه. كمان بده يطلع خاين؟ لعمة شو هاد؟ شو المهم الوسخة هالمرة؟ خليك بشغلك، روح احكي للشباب قصص بطولاتك. انت شو مشكلتك؟ هلأ قتل واحد عم يخون الوطن صارت عندك مهمة وسخة؟ مين هو؟ بعرفه لهالشخص، بتذكر اسمه صالح. كنت معه بمنطقة غرفة، زلمة بمعنى الكلمة، مستقيم وشريف وما بيرتشي، وبعدين زلمة كتير وطني،
وهو شخص موثوق. ايه حسين، يعني قصدك انه نحن اللي مالنا مناح؟ اللي قلته صحيح؟ ايه طبعا صحيح، بيناتنا في خبز وملح، بالبلد ما في غير 3-4 شرفاء، بدكن ننهيهم بايدينا؟ طيب في شي حدا عندك بيجيب لنا بياناته كاملة لهون؟ قلت لك بعرفه، إذا بدكن منروح منعمل له زيارة. معناته ميماتي كمان رجل وطني. حقاً، هذا الزلمة ما بيسوق بالحزام أمان، مانو ميماتي. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا المهم فيا غلط، يا أما ورال هو اللي مخبي علينا شي. كل شي كان حسب الخطة، وجذبت ميماتي للكمين، بس فجأة لقينا الحاجز وهربنا. معي خبر، المسؤول مو من طرفك، في جاسوس من الطرف الثاني. مين؟ حسين. وشو علاقة مراد بحسين؟ مو مع مراد، البير. والعمل؟ صار وقت ننظف، يعني انت رح تقتله لظافر والصبح مراد بيلحقه. بهالطريقة انت بتقود الطرفين. تركي بيك، بدي احكي مع حضرتكم موضوع هام اذا بتسمحوا لي. تفضل اخ حسني. يعني هو رأي شخصي مو اكتر، فاذا لقيتني غلطان سامحني بترجاك. احكي ولا يهمك، تفضل عود. والله خجلان لأنه القصة بتخص الأنسة أوسو يا بيك. شو في بخصوص أوسو؟ أول شي بترجاك ما تعصب علي وتسمعني بهدوء. الموضوع هو بيظهر أنه الأنسة أوسو ميالة إلك. ما فهمت. ما عندي خبرة بهالمواضيع، بس باين أنت معجبة فيك. وشو شفت أو حالك؟ ما شفت شي، أنا قلت هذا شعوره بس. بس لما كانت عم تحاكيك كانت عم تلعب بشعراتها يا بيك. عن جد؟ أنت انتبهت؟ في شي أوامر جديدة بخصوص الأجهزة الطبية الجديدة يا تركي بيك؟ شكرا لك، ارجع بعدين. لا يا خانم، أنا كنت طالع والله، نحنا خلصنا حكي. فاضيلي شوي تركي بيك؟ طبعا طبعا. تركي بيك، من مدة طويلة عم نشتغل سوا بس ما تغدينا ولا مرة. إذا كنتي جوعاني بطلب لك شي من المطعم. بقصد إذا فاضي بعزمك على الغدا برا. ما بعرف والله، استني خليني أشوف برنامج مواعيدي اليوم. شو أعمل؟ أوسو عزمتني على الغدا هلا. ما فيها شي، بس أنا بتعرف إذا كنت محلك ما بقبل من أول مرة، تعرف مشان ما تتعلق. أنا برأيي تقال شوي. معلم كيف رح نفوت؟ مثل العادة محمود. هاي بدها سؤال؟
استسلمت استسلمت. مورو وين؟ ما بيجي لهون دنوب. معناتها بتروح لعنده هلا وبتقول له من هلا اي حدا بيعرفه رح يدفع الثمن. هدوا المكان. معك عبد الحي، لازم شوفك ضروري ظافر لوحدك. اي فورا. ماشي. خير عبد الحي؟ لما طلبتني قلقت. مو هو اللي طلبك، انا. اهدى ظافر، لو بدي اياك ميت من زمان كان قتلك عبد الحي. لو ما منعني كنت ميت من زمان يا ظافر. شو هذا اللي عم يصير؟ انا اللي راح خبرك. ورال مانو مثل ما لك مفكر، يعني ما تغير، بده السلطة، واختاروك ضحية أولى، جروك للمعركة واستعملوك لتنفذ الشغل. حاولت نبهك وانت ما سمعت. بس أنا ما عملت شي بأمر من حدا. مفكر إنه هاي بدها أمر مباشر؟ الوطنيات، الإخلاص، انت كبير، ما لنا غيرك، البلد بيحتاج لدفاع. انت حفظت هالحكي لرجالك ونسيت انك تبرمجت عليه من قبلهم. انا نحن ما لنا مضطرين نكذب على بعضنا بهالوضع. لو بدي كنت طالعتك من القطار بدال الرجال وكنت قتلتك، وحتى كنت بقتلك اليوم. ليش ما قتلتني؟ لسبب واحد بس. ورال هو المسؤول الوحيد، ولا الرئيس هو معاهم كمان؟ شغلنا هيك دائما، كل واحد بده يتحكم بالتاني، واللي بيقدر يحكم ويسيطر هو اللي بيصير الرئيس. فكروا حالهم ضحكوا علي، بس أنا اللي استخدمتهم. ظافر، أحيانا الأعمال الوطنية اللي بتعملها بتصير خيانة كبيرة. ليك وين صرت هلأ؟ بمستنقع. وأول مين حيغرق هو أنت. هني أمروك تقتلني؟ أبداً، بيعتبروني عدوّن. اللي أمر وورال وعطاني تعليمات لخلص عليك. مستحيل، والعملية الجديدة هي الدليل. شو قصدك؟ في موظف بالدولة. الله يلعنك ظافر، ما تفكر عم قلك كل هالشي لسواد عيونك وبس. عم يستخدموك لمصالحهم هنن لينبذوا خطط ضد الدولة. أنا أكيد ما رح واقف اتفرج. كل اللي بدي إياه إنك تختفي عن العيون وبس، وتوهمن إنك متت. كان الشرق الأوسط وهلأ دور تركيا. المنطقة لازم تكون جاهزة للتغيير، ولا شيء رح يضل مثل ما كان أبدا. نحن جاهزين تماما ومتابعين أعمالنا بهالموضوع. شغلنا رح يستمر عادي طبيعي،
بس لازم انه يبدا من فوق هالمره، ما لازم نزعل شو ما صار. يعني نحن اللي بدنا اياك انك تشتغل من فوق، بدنا المخابرات التركيه تشتغل معنا بشكل تام، وهيك بيصير لك مخرجين بدولتين. ما تهتم، مخططاتي جاهزة، نجاح أمريكا بالمنطقة بهمنا كمان، يعني متفقين. عبد الحي، الشغل صار خطير. معلم مو دايما خطير. نحن ما لازم نوثق بظافر، يمكن يعملوا شي شغلة تأذينا. طلعت روحنا لو وصلنا لهالمرحلة، وأكيد ما رح ننسحب بسهولة. عبد الحي، أنا فوتك معهم، هدفنا صار قريب، غورالو كشفناه، بس ما في شي بيستاهل تغامر بحياتك ولا أي شي، حتى إذا كان دليل مهم. معلم أنا ما خلقت لخاف من الموت أبداً. إذا اللي عم نساويه وصلنا لأهدافنا المطلوبة، ما بهم حياتي إذا تعرضت لخطر. ما أصلاً نحن بخطر كل الوقت. من بعد إذنك معلم، أنا بدي أنهي الشغل اللي بلشته. مي ما تعمي دق. رد. قالوا نعم. على الطريق لهنيك. عرفوا وين متخبي مورو معلم وناطريننا. ما نات بسرعة. الأسلحة هي نظيفة؟ مثل الليرة، ما عنا أسلحة ستوك. بس والله إذا بتطلع مستعملة بشي محل، بشرفي لخردق لك جسمك بهذا الرصاص اللي اشتريته منك. شو عم تحكي؟ تجينا بعلبة. الأسلحة اللي بتستعمل بالعراق بتضل هنيك، وحتى لو انباعت مع حق شي بنوب، بس جديد إلو زباينه. انت قلي كم واحد بدك بس. شو الأخبار ميماتي؟ ما صار شي معلم. يلي جوا حقان. وشو عم بيساوي؟ عم يشتري سلاح. ليش لا يشتري من المنظمة حقان؟ لأنه سلاح ما بينباع على البسطات ميماتي. لكان منين بيجي سلاحنا؟ تمام، بعتذر، بدي غير السؤال. ما منشتري من المنظمة، معناتها السؤال نحن رح نقتل حقان أو منتركه؟ لحظة، بدي إياه عايش. عمران، عبد الحي من هنيك، ميماتي تعال معي. هذا كمين، خنتونا يا كلاب، ما هيك؟
معلم، حقان هرب. اتركوا مماتي. يلي قلته صحيح معلم، هيك عوضنا خسارتنا. عبد الحي، خبر المركز ياخذوا هالأسلحة. ماشي. هلا تعبان يا جودي، ما بعرف شو صار لي. هذا بس قريب، شكلك اخذت برد وتعبت حالك كمان. اول مره بيصير معي هيك. لبكره ما بضل فيك شيء، انت تعبان بس. شو رايك بكاسه عصير؟ اشرب. يا عمري خليك جنبي. أكيد حياتي. شراب. اسمعي، أنا ما فيني روح على الملاجئ، مثل ما بتعرفي وسخين، الله بيعلم قديش حاملين معهم ميكروبات. حتى لو طلبت منك فؤاد؟ والله ما بعرف، برأيك بيطلع لي شي منها؟ يا هدى انت كتير غريبة، اصلا نحن عنا مشاكلنا. شفتن على التلفزيون، شفتن عم يزتوا حالهم بالبحر لحتى يوصلوا للبر. ايه كتير منيح، على القليلة بيتحمموا. لا فؤاد لا تتمسخر، إذا ما بتكون بروح لحالي. بتترك هدى تروح لحالها فؤاد؟ يا عمري بلشت الحكة من هلأ. ليش ما بنبعت لهم قرشين ومنخلص؟ بينصبوا خيام أكواخ، منيح المصاري بتفيدهم. أنا بس بدي يعرفوا الناس بأوضاع وحاجات هدول العالم، بلكي منقدر نساعدهم، بلكي بيصير فينا نقدم لهم شي. هيك أنا موافق، بس بشرط بدك تكافئيني وتطلعي معي. أحياناً عم حس إنه فؤاد تغير يا هدى، بحياته ما بيعملها وليكو وافق كرمالك. الوضع الحالي بالعراق رح يأثر علينا أكتر من غيرنا بكتير. العائلات عم تبيع أسلحة، وأنا طلعت مصاري على الموصل وكركوك وأربيل، كمان عملت جامعات، ساويت مطارات، وبهالوضع كل أرباحي بخطر أكيد. بس بعرف إنه وصلتوا هالحكي للرئيس، ما انبعتت له كل الأخبار، لكن بده يعرف تأثير هالوضع بكل التفاصيل. الحقيقة ما عاد لي ثقة فيه. نحن منرتاح بس يصير وراء المحله. طبعا رأيكم انتو بيهمنا كتير كمان. تعاملت كتير مع كل رئيس اجا وراح استمر، بس نحن عم نعيش حالة خاصة هلأ، يعني الشي اللي بده يقوي إيداعاتي هو اني دير ظهري وكون مطمن وعندي ثقة بالناس اللي وراي. عمرنا ما غدرنا بأصدقائنا أبداً.
هلأ إلي طلب صغير عندك. تفضل قول. للأسف كتران الحكي عنا بكل الصحف، والصحفيين عندك عم يكتبوا أخبار كتير سيئة وبدون ما يكون عندهم دليل أو حقائق ثابتة أو مؤكدة أصلا. بدنا هلأ يصدر أمر ليوقفوا. بدنا تأمر واحد من الصحفيين عندك يسافر لواشنطن حتى يتعلم الشغل. نحن طبعا غايتنا انه نوصلكم كلياتكم لأوروبا. كلياتكم بتعرفوا انه الشعب الأوروبي ما بده يشوف أجانب أكتر، لأنه في عندهم ضغط، الضغط جاي من الرأي العام. أنت لوين بتريد تروح؟ فرنسا. فرنسا؟ ماشي، لازم تتعلم الفرنسي. وأنت؟ أريد أروح ألمانيا. لألمانيا؟ ألمانيا. أول ما بتدخل لألمانيا تعمل امتحان لغة. في حدا منكم جاهز لهالشي؟ لا يا أخوتي، قبل ما تعرفوا وتفهموا القيم الأوروبية ما فيكن تروحوا لأوروبا. أولاً لازم نفهم الأوروبيين. ولحتى تفهموا وبشكل جيد هالكتب اللي معكن بلغتكن. مين هي؟ هي البنت بتشتغل معنا بالترجمة. بعت لي اياها مكتبي. انت بتأمر يا بيك. ضغوطات كبيرة، بدي اياكم تنتبهوا خاصة على البيوت التابعة للكنيسة. ساووا اللازم وتذكروا نحن بتركيا. مفهوم؟ أمرك. جوا؟ ايه جوا معلم. عبد الحي خذ عمران وعزت وروحوا لورا البيت. مماتي روح على اليسار. محمود خليك معي. والعمل شو قصته؟ كل ما تخبينا بدنا بيلحقنا. مراد وين ساكن؟ ساكن بهنغار. يعني معقولة ما فينا نهاجم هنغار ولا؟ بس اللي بعرفه يا معلم انه CIA هاجموا الهنغار ونفد. لا CIA بتهمني ولا حتى مراد. رح نهاجمه الليلة، نحرقه ومنطلع. عم تفهموا؟ خبر الشباب. انت حضر سلاح.